مشاهدينا متابعينا الكرام، شوط ينتهي وشوط يبدأ على أرضية هذا الميدان، ميدان الأهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ضمن هذه الشارة المقدمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ينطلق هذا الشوط يحمل تحديات القعدان، شوطنا السادس في المجموع. ننطلق لنتعرف على الأسماء المتقدمة وعلى ميهاب من يتقدم الجميع. محمد بخميس بن هندي المهيري على بداية هذا الشوط، المركز الثاني، وصول وتحرك من ممتاز محمد بن سالم بن محمد بضبيعة الكتبي، يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد الغزال محمد بن عبد الله بن مطهر الرميثي، وايضا وصول في رابع المراكز من مرزام لسلطان بن علي بن سلطان الكتبي، وخامس المراكز ارى الوصول من الصيرمي راشد بن يعروب بن عامر الهاشمي من يتواجد على المركز الخامس. هذا هو النداء الاول. نتحول الى بداية هذا الشوط، إلى مايهاب على المركز الأول، وبالفعل مايهاب الجميع على المركز الأول. يقدم لنا مايهاب محمد بن خميس بن هندي المهيري على بداية هذا الشوط، لكن مرزام واصل لك، مرزام على المركز الثاني، سلطان بن علي بن سلطان الكتبي تحرك على المركز الثاني، في ثاني المراكز مرزام ومايهاب، مايهاب ومرزام، لكن مرزام مرزوم مرزام مرزام على المركز الأول، بالفعل غير إلى المركز الأول. سلطان بن علي بن سلطان الكتبي، مشكور يا أبو علي، مشكور يا أبو علي، وسلام لكم يا أهالي الأهباب من ميدان الأهباب إلى الأهباب. بالفعل تهانينا وناموس سلطان بن علي بن سلطان الكتبي المركز الثاني. وصلنا مايهاب محمد بن خميس بن هندي المهيري المركز الثالث، وصلنا في ثالث المراكز مبشر حمدان بن علي بن خاتم النعيمي. التوقيت الزمني دقيقتين، دقيقتين و11 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.